هدنة لحرب الذخيرة وبداية لحرب البروباغندا. كل دفعة لتسليم المحتجزين هي عبارة عن دفعة جديدة من الدعاية، والدفعة الخامسة لتسليم المحتجزين الإسرائيليين كانت بعنوان مشاركة بين القسام وسرايا القدس. تسليم الدفعة الخامسة في قطاع غزة تمت لأول مرة بحضور عسكري مشترك بين كتائب القسام وسرايا القدس. من أكثر اللقطات اللي أثارت الجدل والتساؤل مشهد إسرائيلية اعتبر البعض أنها بترسل قبلة لأهل غزة، وأخرى شافوا أنها بتتحدى عناصر حماس. وكالعادة العسرة أو الرهائن هم أبطال المشهد. بعد باي مايا وأثناء تفقد الدفعة الخامسة من الأسرة، يفاجأ الجميع على السوشيال ميديا بخروج أسيرة إسرائيلية برفقة كلبها. المشهد اللي احنا شفناه لاقى ردات فعل كبيرة على مواقع السوشيال ميديا. كان في منها بدران يحيى العبدي كتب وقال: الأسيرة الإسرائيلية تعود وهي بخير وكلبها معها، والطفل الفلسطيني يعود من الأسر بنصف جمجمة. إبراهيم أيضا علق وكتب وقال: مشهد يأخذ جائزة الأوسكار.